لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، مفوضية حقوق الإنسان تدعو السلطات الحكومية للكشف عن مصير المختفين قسرياً. في العربي الجديد، متظاهرو العراق يحتشدون في كربلاء، إصرار على نيل المطالب. في البيان الإماراتي، 4 صواريخ تستهدف القاعدة العسكرية للسفارة الأمريكية ببغداد. في صحيفة الزمان، العراق الصحة تحذر من هجمة جديدة لكورونا خلال التقلبات الموسمية. في العرب اللندنية، تجنب إثارة ملف حزب الله يحيط زيارة ماكرون إلى لبنان بالشكوك. في الشرق الأوسط، وكالة استخبارات ألمانية تؤكد مساعي إيران لتطوير برنامجها النووي. وفي الخليج الإماراتي، احتجاجات في لندن وباريس وبرلين مناهضة لقيود جائحة كورونا. السلام عليكم. نعيش هذه الأيام ذكرى الإمام الحسين عليه السلام، التي كانت ثورة ضد الظلم والفساد، التي تعلم منها ثوار العالم مبادئهم الثورية، وتعلم منها الأحرار كيف ينالون الحرية. سامي الزبيدي يقول في صحيفة الزمان إن بعض السياسيين يحاولون اليوم استغلال ذكرى هذه الثورة لمصالح شخصية وفئوية وطائفية، وكأن الحسين خرج من أجل طائفة أو مذهب، ولم يعوا أن الحسين يمثل الإنسانية كلها، وغاية بعض الساسة والمعممين الجهلة المتاجرة بدم الحسين ومبادئ ثورته السامية لغايات شخصية وفئوية. الحسين أيها المنافقون يمثل المسلمين الأحرار الغيورين على دينهم وأوطانهم. الحسين حسين الإنسانية كلها والمسلمين جميعا على اختلاف قومياتهم وطوائفهم ولغاتهم وألوانهم. لقد دأب بعض السياسيين المنافقين في هذه الأيام من كل عام ولغايات مفضوحة، يلبسون السواد ويلطمون الصدور ويتباكون كذبا ويوزعون الطعام بأيديهم المدنسة بالسرقة وأموال السحت الحرام، ويدسون أنفسهم في هذا الموكب أو ذاك رياء ونفاقا ليظهروا للسدج والبسطاء من أبناء الشعب أنهم من أنصار الحسين والسائرين على نهجه. كلا أيها المنافقون، أنصار الحسين والسائرون على نهجه لا يكذبون على شعبهم، ولا يسرقون أموال شعبهم وثروات وطنهم، ولا يبيعون كرامة أمتهم للأجنبي، ولا يظلمون شعبهم، ولا يجوعونه، ولا يسلبونه حقوقه، ولا يحرمونه من أبسط الخدمات، ولا يشكلون ميليشيات للقتل والاغتيالات، ولا يغتصبون قصور وأملاك وعقارات الدولة الفخمة، وشعبهم يعيش في بيوت الطين والصفائح وفي الحواسم، ولا يأكلون ما لذ وطاب، وشعبهم يقتله الجوع، وآلاف الجياع يعتاشون على النفايات في المزابل. السائرون على نهج الحسين لا يتطببون هم وعوائلهم في أرقى مستشفيات العالم وعلى حساب الدولة، وشعبهم تفتك به الأمراض. الكاتب يرى أن هؤلاء السياسيين المرائين لا ينتسبون إلى مدرسة الحسين ومدرسة أهل البيت عليهم السلام، فالحسين بريء من هذه الفئة من السياسيين المنافقين المرائين ومن ممارساتها وأفعالها المشينة، ثم أن شعبنا أصبح يعرف هؤلاء جيدا ويعرف كذبهم ورياءهم ونواياهم. علقت صحيفة العرب اللندنية على قرار البنك المركزي العراقي تجميد أرصدة 9 مسؤولين سابقين وحاليين وحجز ممتلكاتهم، بينهم صهر نور المالكي. واعتبرت الصحيفة أن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي اختار أن يبدأ معركته مع الفساد من مواقع قريبة من المالكي من غير التماس معه علنا،
وأضافت أن الكاظمي لا يمكن أن يذهب بعيدا في محاسبة الفاسدين خوفا من تصعيد إيراني، خصوصا بعد زيارته المثيرة للجدل إلى واشنطن. تعهد الكاظمي بإحالة جميع الفاسدين إلى القضاء بغض النظر عن مواقعهم في الدولة، لكن مراقبين عراقيين يستبعدون أن تتوسع هذه الحملة أو تأخذ طابع الصدام مع المالكي، في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء العراقي والحالي للتهدئة مع الأحزاب والميليشيات المقربة من إيران والتي تتحرك على أكثر من جبهة لإضعافه بعد زيارته للولايات المتحدة وما صدر عنها من مواقف وتصريحات تجعله أقرب إلى صف واشنطن منه إلى صف طهران. وأشار المراقبون إلى أن خطوة الكاظمي هي أقرب إلى طمأنة المحتجين وتحقيق مطالبهم أكثر من كونها إعلان حرب على المالكي، خاصة أن محاربة الفساد على رأس مطالب الاحتجاجات العارمة التي يشهدها العراق منذ تشرين الأول الماضي. وعدت المصادر أن ضربة الكاظمي لم تخطئ هدفها وإن لم تمضي مباشرة في اتجاه المالكي، وأنها وجهت له رسالة مفادها أن وضعه غير آمن تماما مثل ما يعتقد، وكشفت عن أن ملفات كثيرة ستفتتح دون أن تكون شخصيات لا تزال نافذة مستهدفة بشكل مباشر، وهو ما يعني أن الكاظمي قرر أن يعلق جرس إنذار متوقع في رقاب كثيرة سيشعر أصحابها بالخطر فيلجؤون إلى الاختفاء عن السلطة إما من خلال مغادرة العراق أو البحث عن طرق للتسوية مع الحكومة. وتختتم الصحيفة بالقول: أخبار مثل هذه الأحكام لا تكاد تثير اهتمام العراقيين، وذلك لأن غالبية قضايا الفساد التي يبت فيها القضاء تتعلق بمسؤولين من درجات دنيا دون الاقتراب مما يسميهم العراقيون حيتان الفساد الكبيرة، في إشارة إلى كبار المسؤولين السياسيين وقادة الأحزاب والميليشيات الذين تحوم حولهم الشبهات منذ سنوات دون أن يجرؤ أحد على فتح ملفاتهم. تأجلت زيارة الكاظمي للسعودية وذهب إلى طهران، وبعدها بشهر سافر إلى واشنطن لينجز أهم زيارتين في جولته الأولى بالخارج، لتبقى الزيارة الثالثة المتبقية ضمن هذه الجولة وهي زيارة المملكة العربية السعودية على قائمة الانتظار. محمد السعيد إدريس يرى في صحيفة الخليج الإماراتية أنه بعد هذه الزيارات الثلاث سيتم إعادة تقييم وترسيم علاقات العراق الخارجية مع الدول الثلاث. لم يستطع الكاظمي ويحصل من طهران خلال زيارته لها على دعم لمطلب تحييد العراق في الصراع الإيراني الأمريكي. ما حدث كان العكس، كانت طهران عاتبة على الكاظمي للرسائل التي حملها معه إليها بخصوص الحيادية أو الوساطة العراقية بين إيران والسعودية أو بين إيران والولايات المتحدة. وعاد الكاظمي برسالة موجزة تقول إن عليه أن يتكيف مع أجندة طهران في إعادة هندسته للسياسة الخارجية العراقية. وعاد الكاظمي من زيارته للولايات المتحدة بقدر محدود من الطمأنة بخصوص مطلب الانسحاب الأمريكي من العراق، خصوصا أن الجولة الأولى من الحوار التي أجريت في حزيران الماضي انتهت إلى صيغة أقرب إلى تنظيم الوجود العسكري الأمريكي وليس إنهاءه على النحو الذي تطالب به إيران، لأن ذلك هو الحد الأدنى للقصاص لاغتيال قاسم سليماني. الرد المباشر على زيارة الكاظمي لواشنطن جاء من جنوبي العراق من الناصرية ومن البصرة بشكل اضطرابات عارمة أجبرت الكاظمي على أن يذهب إلى البصرة بعد ساعات فقط من وصوله إلى بغداد عائدا من واشنطن ليتعهد هناك بتحقيق الأمن والاستقرار. لكن الواضح أن عدم الاستقرار والتهديدات الأمنية الداخلية هي جزء من الصراع السياسي على مستقبل العراق. الكاتب يقول: هل سيضع اللقاء الثلاثي العراقي المصري الأردني الذي عقد على مستوى القمة في العاصمة الأردنية، هل سيضع لبنات تأسيس تجمع عربي جديد؟ فهذا هو السؤال المهم الذي يمكن أن يقدم إجابة واضحة حول خيارات الكاظمي بعد زيارتيه لطهران وواشنطن. في
في حمأة التحضيرات للزيارة الثانية خلال أسابيع قليلة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، تتطاير التوقعات والتسريبات، ولكن تغيب عن أذهان كثيرين أن لبنان يظل جزءاً من كل. أياد أبو شقرة يقول في صحيفة الشرق الأوسط إنه صحيح أن ما حدث يوم الرابع من أغسطس آب في مرفأ بيروت كان كارثة حقيقية، لكن الصحيح أيضاً أن ما عاد ثمة حدود يعتد بها وسط تزايد الأطماع وتقاطع الحسابات وارتسام التحالفات في المنطقة. ماكرون وإن كانت تدغدغه رومانسية الدور الفرنسي التنويري في شرق المتوسط، فإنه يرأس دولة تظل مجرد لاعب بين عدة لاعبين كبار. وإذا كان الانشغال الأمريكي بالهموم المحلية والأولويات الصينية الروسية يتيح لفرنسا طرح مبادرات رعائية الطابع، فهذا لا يعني أن يدها مطلوقة في لبنان ناهيك بمحيطه. ولتفصيل أكبر لهذا الجانب من الموضوع، يكفي الإشارة إلى أن زيارة الماكرونية الثانية تكاد تتزامن كسابقاتها مع زيارة مسؤول أمريكي قد لا يكتفي بالإصغاء. من جهة أخرى، ما عاد ممكنا عزل مقاربات القوى الكبرى عن مواقع القوى الإقليمية الثلاث الطموحة إسرائيل وإيران وتركيا. وفي لبنان أصغر بلدان الشرق الأدنى مساحة وأكثرها تعددية وتعقيدا، تتقاطع مصالح القوى الثلاث. باريس تدرك وكذلك واشنطن حساسية نقطة التقاطع هذه. ما يقال إن ماكرون سيقدم للبنانيين غداة مرور 100 سنة على رسم حدود بلدهم صيغة ما أقرب إلى لا غالب ولا مغلوب، غير أن دون ذلك محظورين: الأول أن أي تنازل إيراني سيكون مربوطا بالانتخابات الأمريكية التي تأمل طهران بعدها في عودة الديمقراطيين إلى الحكم، والآخر أن الواقعين الديمغرافية والاقتصادية في لبنان وبخاصة بعد كارثة بيروت باتا أكبر بكثير من تشكيل حكومة وهوية رئيسها. الكاتب يرى أن بقاء سلاح حزب الله وعودة سلطته يمددان المشكلة أو يمددان المشكلة، وشعار حياد لبنان الذي طرحه البطريرك الماروني بشار الراعي ولو متأخرا ربما يكون الخطوة الأولى لبناء صيغة بديلة تعطي لبنان فرصة أخرى للحياة، إلا أنه قد يكون كافيا في حد ذاته. الحقيقة أن خرائط جديدة تعد للمنطقة، ويأمل اللبنانيون ألا ترسم على أنقاض بقائهم. هل عاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من جولته شرق أوسطية بخفي حنين كما تقول العرب؟ ليس تماما، إذا جاز للمرء احتساب رحلته من دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى العاصمة السودانية الخرطوم سابقة من نوعها في مستوى تاريخ الطيران على الأقل. صبحي حديدي يرى في صحيفة القدس العربي أن الفشل كان حصادا مضطردا في محطات بومبيو. حتى في القدس المحتلة، حين بدا أن خطابه الموجه إلى مؤتمر الحزب الجمهوري من سطح فندق الملك داود كان محض تصفيق من بعيد لسيده الرئيس المرشح دونالد ترامب. ليس مدهشا بالطبع أن يلاقي بومبيو صدودا من الحكومة المدنية في السودان، عملا بقاعدة صحيحة عرب عنها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مفادها أن هذه الحكومة الانتقالية ليست مخولة بعقد اتفاقيات تطبيع مع دولة الاحتلال، وبالتالي لا مغنم يمكن أن يناله بومبيو في هذا المضمار. الحال ذاتها في مسقط، رغم ترحيب الخارجية العمانية بالتطبيع الإماراتي الإسرائيلي، إذ ثمة ركائز في الحياد العماني على صعيد النزاعات الخليجية والموقف من إيران تاريخية وعريقة وراسخة، ولا تجيز التفريط بها لقاء اتفاق تطبيع لا يبدو جديرا باسمه حتى إشعار آخر في الأقل. فشل جولة بومبيو هذه لا يعني أن الجهود الأمريكية لاقتياد بعض الدول العربية نحو التطبيع ستفشل أيضا، أو أن النهج الذي تعتمده إدارة ترامب سوف ينقطع أو يتبدل جوهريا على مدى الأسابيع القليلة المتبقية قبيل انتخابات نوفمبر الرئاسية، أو أن الوفد الأمريكي الإسرائيلي الذي سيزور أبو ظبي
لن تحلق طائرته في سماء العراق والسعودية قادمة من مطار بن غوريون أيضا. الكاتب يقول إن في دبلوماسية الطيران هذه ثمة ما يذكر بطائر الوقواق الذي يضع بيضته في أعشاش الطيور الأخرى لتحضنها بالنيابة عنه ثم ترعاها حتى تفقس، فيتولى الفرخ الوليد أمر التخلص بنفسه من الفراخ الشرعية كي ينعم وحده بالعش والغذاء. وكما أن عش الوقواق افتراضي بهذا المعنى، إذن لا وجود له أصلا، كذلك هي حال التطبيع الفعلي على مستوى الشعوب، طيران افتراضي. قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن خطط تركيا لتصبح عملاقا إقليميا للطاقة حصلت للتو على دفعة للأمام باكتشاف حقل كبير للغاز الطبيعي، وربما تكون قد أوشكت على التغلب على روسيا. وأشارت المجلة في مقال للكاتب ديمتري بيكيف إلى أن تركيا لم تخفي أبدا طموحاتها في أن تصبح قوة طاقة إقليمية، لكن الاكتشاف الأخير للغاز الطبيعي قبالة شاطئ البحر الأسود سيغير بالتأكيد قواعد اللعبة. المجلة أشارت إلى تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإتاحة غاز البحر الأسود للاستخدام عام 2023 الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، قائلا إذا تم ذلك فستكون تركيا قادرة على تلبية ما يقرب من 7% من طلبها السنوي من الغاز الطبيعي من المصادر المحلية. وأضافت المجلة أن ما هو على المحك حقا في كل هذا هو علاقات تركيا التجارية أولا وقبل كل شيء مع روسيا، فمنذ التسعينيات كانت شركة غاز بروم روسية المورد المهيمن بالسوق التركية، حيث توفر نصف الغاز للاستهلاك المحلي. وفي الواقع ومنذ عام 2005 عندما بدأ تشغيل خط أنابيب بلوستريم بين روسيا وتركيا، تحولت الأخيرة إلى ثاني أهم عميل للغاز الطبيعي لموسكو بعد ألمانيا. وترى المجلة أن الوصول لمنابع الغاز بالبحر الأسود سيؤدي إلى تعزيز الموقف التفاوضي لتركيا، فالعقود طويلة الأجل مع غاز بروم قابلة للتجديد نهاية عام 2021، وسيضغط المفاوضون الأتراك بشدة على مسألة التسلم أو الدفع، وستطرح على الطاولة أيضا ديون بلادهم البالغة ملياري دولار لغاز بروم، وسيكون وجود موردين بديلين والقدرة على الاستفادة من الهيدروكربونات الخاصة بهم حتى لو كانوا لا يزالون محاصرين في قاع البحر الأسود ورقة المساومة الأولى لأنقرة. المجلة ترى أن جيران تركيا سيراقبون عن كثب كيف تسير الأمور في المفاوضات القادمة، ففي 24 من آب الجاري وضعت بلغاريا واليونان اللمسات الأخيرة على اتفاق إنشاء محطة مشتركة للغاز الطبيعي المسال خارج مدينة ألكسندر بوليس الساحلية اليونانية بالقرب من الحدود اليونانية التركية، وسيحاولون أيضا استخدام إمداداتهم البديلة الجديدة للحصول على الامتيازات من روسيا. قد يصبح الحلم الذي دام عقودا ممثلا بالقيادة على الطرق السريعة في السماء أقرب للتحقيق بعد أن قامت شركة سكاي درايف اليابانية بتنفيذ رحلة تجريبية ناجحة وإن كانت متواضعة على متنها شخص واحد. وعرضت المؤسسة تسجيلا مصورا أظهر ارتفاع آلة غريبة الشكل تشبه دراجة نارية ملساء مزودة بمراوح دفع عن الأرض لمسافة تتراوح بين متر ومترين في منطقة محاطة بشباك لأربع دقائق. وقال توموهيرو فوكوزاوا الذي يرأس فريق سكاي درايف البحثي إنه يأمل في أن تتحول السيارة الطائرة إلى منتج واقعي متوفر في السوق بحلول عام 2030، لكنه أقر بأن جعلها آمنة من العوامل بالغة الأهمية. وقال أيضا إن السيارة يمكنها الطيران حتى الآن من 5 إلى 10 دقائق فقط، لكن إذا كان ذلك يمكن أن يصبح 30 دقيقة فستكون لديها إمكانيات أكبر. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.